عملناها، اتخرجنا، دلوقتي احنا عرايس. نتمنى نكون أمهات في نفس الوقت. ياي، أفضل أصدقاء للأبد. هاي دي عشانك، عربون حبي، لطيفة مش كده؟ حاسة اني تعبانة، عندي حساسية من الزهور. ممكن تاخدها بعيد؟ لازم نمشي، أنا هحط حد للصداقة دي. أنا سعيدة قوي، من فضلك ما تسيبنيش لوحدي. أهلا بمامي المستقبلية، يلا نبتدي. دي عروسة البحر الصغيرة، مبروك. ياهي دكتور، دلوقتي دوري، يلا نشوف. انت يا ذبابة يا شريرة، أنا هضربك. بانج، ما جاتش. حاسبي، أوتش، ده بيوجع على فكرة. تمت المهمة. لا، الشاشة اتكسرت. خلاص كده، ما تزعليش، هنصلحها. يلا نشوف. لا، مش شغالة. في طريقة مجربة ومضمونة، أخطبوط ممكن يعرف إذا كان ولد ولا بنت. يو، ها أنهي؟ ولد، ألف مبروك. الانقباضات بدأت. أهو البيبي. هيا بيبي. أو، جضتني. أنت بدل البيبيهات حالا. اتفضلوا، أنا ما بحبش الهزار ده. مجرد ما البيبي نام على السرير المريح ده هيبقى عنده أجمل الأحلام. نامي، ممكن تساعديني؟ غطي البيبي. شكرا، الخيوط بتاعتك دافية قوي. حمام السباحة جاهز أخيرا، هحطه زي السرير واملاه مية. قنبلة حمام هتعمل أجواء مريحة، والزهور للمشاعر الرومانسية. لعبة دوارة للبيبي عشان يفضل البيبي مشغول. نام كويس يا بيبي. الأطفال وهما نايمين بيبقوا لطاف قوي. لا، دول صحيوا. أنا عارفة طريقة كويسة، هيناموا تاني على طول. أغنية عرايس البحر. لطيف. لا، دول صحيوا تاني. الأغنية مش نافعة، أرجوكوا كفاية صراخ. دلوقتي دوري، ده ممكن يخلي أي حد يقول روك باي روك باي. ممكن تسكتي بقى؟ كفاية أرجوكي، البيبيز نايمين. واو، هاي فايف. لا تاني. الأكل، استني شوية، الجرسون جاي. يا جرسون، هش يا بيبي، دي فرصتي. دي المنيو بتاعتنا، شوفوها. وهعمل لضيوفنا الصغيرين خدعة سحرية، المنديل يتحول لي وردة لطيفة. عادي، شفناها قبل كده. ماما، دقيقة كمان. شفت الخدعة دي؟ أبراكادابرا، واو، ريحتها تحفة. حيلتي نجحت. مسكتكوا يا فاير فلايز. جارسون، ايه ده؟ الأطفال، انت عملت ايه؟ انا عايز الأطفال. لا، باي. أطفالنا، هنعمل ايه دلوقتي؟ دي حاجة لا تحتمل. محتاجين خطة، أنا متأكدة إننا ممكن نتصرف. أنا عارفة، همضغ العلبة دي. نابي. يا ربي، أنا لقيت كتاب التعويذ، لازم نبدأ بده. قشور دم متبرع بي. إيه الخطوة التانية؟ صورة مليانة بالمشاعر الإيجابية ومية حوض السمك. الجرعة جاهزة.
ندوقها؟ أنا حاسس بالأسف الشديد عشانك. سامحها على أخلاقها. التعويزة دي مش هتنجح معانا. تعال، لازم نمشي. إيه ده؟ أنا هتصرف. قبلة الأمير ممكن تكسر أي تعويزة. مفيش أمير، قبليني أنا. لا، من الواضح إن ده مش هيساعد. محتاجين محترف لإنقاذنا. تحت تصرفكم، إحنا في حالة طوارئ. تعالي، إحنا يائسين. إيه ده؟ ده دخول مذهل. أهلاً، العميل الأول. راسي، دوري دلوقتي، محتاجة ناب جديد. مش مشكلة، شكراً. والأهم من ده إننا محتاجينك تبطلي تعويذة معمولة على أطفالنا. خلينا نشوف إيه هو السحر المستخدم هنا. فهمت، ألف هو اللي ورا الموضوع ده. ده هيبقى فورطة كبيرة. إيه دي؟ السحر هتتصرف. هي بتعمل إيه؟ حاجة سخيفة قوي. فين عقدك؟ راح. والحلق بتاعي كله راح. احنا اتسرقنا، والأسوأ لسه الأطفال فاير فلايز. أنا زعلانة. إيه شعورك بقى لما تبقى جوه برطمان؟ أنت اللي عملت كده. يا ربي، إيه الريحة الكريهة دي؟ في إيه؟ ها، ده هجوم غاز. خد ده، ضربة معطرة للنفس. الفراشات للإنقاذ. الضربة الكبيرة، قبلة في الهواء. مش هقدر استحمل. ليه عملت عليهم تعويذة؟ كنت معجب بيكي. انتي كنتي في الطريق، فاكرة؟ في الكلية. هاي، مشغولة بعد المدرسة؟ في خطط؟ بسرعة، لازم تشوفي ده. تعالي. أو جناحي جاية. مفاجأة. هاي، أنا غرقت. أنت مضحك. المكان لطيف قوي هنا، أنا حبيته. صاحبتي، إيه المشكلة؟ أنا جعانة. تعالي معانا، ممكن نطلب مع بعض. هاي هاي، طب وأنا؟ كل اللي كنت عايزه إني أكون معاكي. أنا كنت معجب بيكي لفترة كبيرة. أنا هكسر التعويذة. شوية بيكسي داست وهيرجعوا الأطفال. بيبي، وحشتني جدا. شكرا. أنا ماليش لازمة هنا. في حد بيطلب المساعدة. أنا جاية في الطريق أهو. هي رايحة فين؟ مش حاجة مهمة. يا ربي، أنا هنقذك. هي مالها؟ سحر عروسة البحر هينقذ الموقف. طفل بشري. أنا فين؟ دي فايقة. أنت خوفتيني فعلا. إيه ده؟ لأ لأ، أنتوا كلكم كويسين؟ أنا بغرق، الحقوني. بطلي زن. جاهزة؟ هم رايحين فين؟ إيه الفوضى دي؟ عروسة البحر في حمام السباحة؟ فين الأخلاق؟ امضي هنا، وكده أنت بقيتي بنتي. أنا موافقة. إيه ده؟ لا لا، بلاش. أوتش، خد ده أهو. حسبي عزيزتي، كفاية. أهو ده والدك الجديد. هو فامباير وأنا عروسة البحر. إحنا كنا نفسنا دايماً في طفل. يلا امضي. ميك أوفر عروسة البحر. عرايس البحر لطيفة وجميلة. لا، فامباير، وتبقى زي باباها. أنا قررت هكون عروسة البحر المظلمة. واو، بنوتة كويسة، دي طريقة رائعة ترضي الجميع. أوكي، يلا نبتدي.
هنستخدم الأدوات عشان نتخلص من الحبوب. الفاكيوم ممكن تنجز المهمة في وقت قصير. الشمع الدافي هيشيل كل الشعر اللي انت عايزاه. أنا خايفة. جاهزة؟ يلا. بعض الشمع على الشفة العليا والحاجبين. اوحش حاجة خلصت خلاص. قناع مهدئ يشيل الاحمرار في ثانية. حبيبتي دلوقتي نسرح لك شعرك. منديل مبلول هو الحل السحري. مش نضيف خالص. الشعر كله نضيف وحرير. لازم نهتم باللون. اتفضلي يا حبيبتي. وزعي الصبغة بالتساوي. وفوالا، انت رائعة. شكلك جميل؟ رائع. حبيبتي تعالي هنا، الحمام جاهز، ادخلي. لا ده مخيف، البط الصغير مستنيكي. يلا. لا مش مهم، تعالي معايا. جيلز ابيرس. واو. لفي. لازم نعمل حاجة في الإيدين دي. سكيلس ابيرس. رائع. في حاجة كمان ناقصة. الودان تحفة. كنت عارفة إنك هتحبي تبقي عروسة البحر. ياي شنطة ميك اب ماما. لما نشوف فيها إيه. ملمع شفاف أحمر هيناسب مظهري. الجليتر الأزرق هيضيف بريق للميك اب بتاعي. الهايلايتر البينك هيعمل ضوء على عظم الخدود. هاي اسألي قبل ما تستخدمي حاجتي. تعالي خلينا نتخلص من ده، أحسن بكتير كده. منين جبت الميك اب الخفيف ده؟ أهو إنستغرام. مستحيل، أنا هعملك الميك اب. ملمع شفايف لامع والفرش مزيج رائع لرسم حواجب عروسة البحر. خلينا نحط الهايلايتر على الجفن اللي فوق. ننشر بريق أحمر على عظم الخدود. وملمع الشفاء الأحمر الجوسي خلي الشفايف بارزة. خلاص أنت محترفة. ماما أنا جعانة. ممكن تاكلي الغدا بتاعي. أنا عارف أعمل إيه. لسه في حاجة ناقصة. ده إيثان، أفضل ستايلست تحت المية. هايل، عومي. تسريحة شعر مبهرة. برضو لسه محتاجين إكسسوار. طيري بسرعة. باي. هتبهري الكل. أمرتي. كل حاجة مظبوطة وجميلة. تمام. جربيه. انت لطيفة قوي. عندنا تسريحة شعر بس مفيش أجنحة. ايه اللي مزعلك قوي كده؟ ما عنديش أجنحة. فهمت، اديني ثانية. الضابط ليو هيعملك اختبار القيادة. يلا نراجع قواعد الطيران. واو. ايه العلامة دي؟ انا عارفة، الطيران فوق الحواجز على الشمال. رخصتك. مبروك. انا فخور بيكي.
دلوقتي ممكن تطيري. يلا طيري. انا بحاول اهو. طب ايه رايك في ده؟ فامباير بولد، بيتنا الجميل. اهلا بيكي في كهفنا تحت الميه. خفاش، انا هشويك. اها مسكتك. استني. لا اوتش. البنت دي ضيفتنا. طيب اوكي. فامباير. لا مفيش مشكلة، ده جوزي، احنا زوجين سعيدين، فامباير وعروسة البحر. ياه من فضلك ما تاكلنيش. اوكي اهلا بيكي يا بنتي المستقبلية، هي معانا. لا مش هي، هاتي لماما بوسة. بنتي. لا هي هتعيش معانا، سيبي بنتي. لكن احنا عايزينها تكون جزء من عيلتنا. لا مش عايزاها تبقى امي. مش مهم، انا هتصل بالشرطه. الو استقبال سيء. ايه المحيط ده؟ نجحنا، انت هتعيشي معانا، دي خطتي. احنا هنعمل لك ميك اوفر عروسه البحر، هنعمل لك ميك اوفر فامباير عشان تخوفي الناس زي. لا هتبقى عروسه البحر. لا فامباير، عروسه البحر، عرايس البحر اجمل. اسمعيني. لا اسمعني انت يا جماعة، بلاش مشاكل، انا هبقى عروسة البحر المظلمة. ايوه فكرة حلوة، يلا بينا. التخلص من حب الشباب هو المهمة الاولى، فكرة كويسة. بالشكل ده هندمرهم كلهم. اوبس جميل، يلا نغطي العيوب بالباتشز، هتختفي علامات حب الشباب للابد. لطيف. ايه ده؟ عينيا، دي مش أسنان، دي جريمة. الموضوع محتاج عملية جراحية سريعة. دكتور فامباير تحت تصرفكم، هنهتم بأسنانك. ولي لا مفيش جراحة، احنا بس هنغسل أسنانك كويس. ها مفسدة للمتعة. مش مشكلة. بام با بام، اهي الفرشة، شوفي انا اصطدت سمكة. انا هغسل أسناني. جميلة بقت دلوقتي؟ أيوة. كنت هنسى، دلوقتي هنشيل الباتشز ورطبي بشرتك بقناع الوجه. أنا جاهزة. أنتي. لا أنتي دلوقتي. فامبايرز، هنعمل شعرك. هو هنا بيزحف عليا. مسكتك يا مختل، كل ده منك أنت. صبغة شعر طبيعية مجانية، أنا حبيت ده. إيه رأيك؟ حبيبتي فكرتك كانت رائعة. إيه الريحة دي؟ دي ريحة كريهة قوي. يا رب البنت محتاجة تستحمى في أسرع وقت، محتاجين إجراءات عاجلة. عندي فكرة، هنستعمل الأسلحة الكيميائية للنظافة. الليفة جاهزة للشغل. أنا بكره ده، أنت اتجننت كده، مش هينفع. معلش عنده أفكار غريبة. أنا عندي فكرة أحسن، كل اللي محتاجاه هو حمام كويس. هي إيه مشكلتكم؟ مفيش أحسن من حمام البابلز، دول سفنجتين. استني، أولاً هتحتاجي خياشيم عشان ما تغرقيش. جيلز أليجانتوس سايزس. واو ده شغال معاك، والزعانف جربي دول، لطيف. شكرا جدا يا عروسة البحر، محتاجين كمان زعانف الودان، جميلة قوي، ده مذهل. دلوقتي عومي في الحمام، أحب جدا. ما تتحركش، ممكن تبوظ شعرك. إيه ده؟ أنا لسه عندي رجل بشرية ومحتاجة ديل زي ديلك. عندي فكرة، تطبيق دولاب ملابس عروسة البحر الجديد، هنختار لك منه حاجة. ساعدوني، ابعدوا الحصان ده عني، مش قادر اشوف انا فين. هعمل كل اللي اقدر عليه. راسي حبيبتي رجعت، وعندي ديل كمان. لازم افكر. هي دي الخفافيش، طيروا يا مصممين. ايه اللي بيحصل؟ واو ده لبس رائع.
أنا بكره الشبكة، أنا محبوسة. استني، لازم يكون في طريقة للخروج. واضح، متى بورتل مجموعة المحيط إصدار فامبايرز. رائع، شيك جدا، شكرا على الملابس. في طريقة سهلة ضد فامباير المعروفة، واحدة بس. واو، أسنان فامباير، مبروك، شايف يا عبقري؟ أهلا يا خفاش، مي محتاجة أجنحة. رائع، أجنحة فامباير. هديتي تاج عروسة البحر، حبيته. أنت ألطف عروسة البحر في المملكة كلها. كل حاجة مثالية في عيلة الفامبايرز وعرايس البحر. أنا بحبك. وأنا كمان. عرض خاص عطر سحر المحيط الجديد. رائع، مصنوع بس عشانك. أنا نفسي فيه. رشة واحدة ممكن تخليكي ملكة مملكة تحت البحار. راسي بتلف، ده رائع جدا. شمي. الجرعة اشتغلت، دلوقتي لازم اتصرف. هاي، تحبي نتعرف؟ لا استنى عندك. ابعدي من هنا، خلي بالك يا سمكة. اتحركي، دافع عن نفسك. انت متأكد؟ خد ده، ابعد من وشي يا فامباير. يا ربي بابا، انا هنتقم. عمري ما قابلت عروسة بحر لطيفة كده. انتي تاني اهو. يو، مقرف، انتهت اللعبة، اتحولي لنيرد. ايه ده؟ مش ممكن. اتفضلي، ده عشانك. اطفال كده، خلاص ممكن تمشي. مش عايزة ابقى نيرد، ده مش عادل. ما لعبتش من زمان. جمالك غير عادي. ايه الدوشة دي؟ ايوه، دقيقة واحدة، انا هتصرف معاكي. انا زهقت من كده، ممنوع راك في البيت. وادي الآلة الموسيقية الجديدة، مش مهم. هي الأسوأ، العبي على الكمان بهدوء. كده هو؟ ايوه كده. ايه اللي بيحصل؟ باتنيسيموس ترانسفورمس. ايو، مطرب قوي، ممكن اكل ايه؟ انشوجة، الليمون هيخليها احسن. ازاي ده بيتاكل؟ يا صور قوي. تعالي، ممكن تطبخي الغداء لزوج ماما العزيز؟ خليكي بنت طيبة. يلا ابتدي منين؟ أكيد في كتاب طبخ. كتاب التعويذات. جاتلي فكرة، هعمل لك الغدا. نكسر البيض ونضيف الدقيق. أوتش. نقلب ونصب في اللبن. نفرد العجينة بقى. ايه كل الوقت ده؟ الريحة تحفة. ميرميدوس امباروس كاروس. كله تمام؟ اخدتي وقت طويل قوي. ايه ده؟ معدتي. هاي، حد يكسر التعويزة. هاي يا سمكة، انت هتروحي في رحلة طويلة. باي باي، ساعدوني. التعويذ بتنجح. بابا وحشتني قوي. جات لي فكرة، الكتاب هيساعدني. لقيته،
يلا بسرعة، يلا شوية كمان، شكله كويس كده، جاهزة. سيباريوس أبيروس فامباياريوس. حظ سيء. يا شباب اعملوا لايك للفيديو عشان التعويذة بتاعتي تشتغل. سيباريوس أبيروس فامباياريوس. أنا فين؟ مين البنت دي؟ مش هو. يلا ابدأ من تاني. الأنياب جميلة والدقن أكتر حدة. أنا إيه اللي جابني هنا؟ هاي مش ده برضو؟ حظي وحش. يلا مش هستسلم. يا شباب إيه رأيكم في خلع سحرية؟ واحد اتنين واحد اتنين. أنت يا قصيرة أزعجتيني قوي. هاي أنا عايز الكتاب بتاعي. امشي من هنا، مش هديهولك. أنت محبوسة في البيت. حبيبي كنت فين؟ مش لازم تعرفي. إيو الريحة دي. أنت مين أصلا؟ شوية عطر. حبيبي بتفكري في حاجة؟ عايزة أبقى زيك. ريحة المهملات دي هي الموضة. أوبسيز. إيه ده؟ هما دول رجعوا سوا؟ ها؟ فاشلة، امشي من هنا، ده وحش قوي. هاي، قولولنا في التعليقات إزاي ممكن أكسر التعويذة اللي على ماما. يوم تاني ممل. زوج ماما الشرير عمل قواعد جديدة في البيت. مي المسكينة بتعمل شغل البيت كله من الفجر للغروب. مش قادرة أكتر من كده. هاي في أطباق لازم تتغسل. لا أنا تعبت. اتحركي يلا كسلانة. ده مش عادل، ده عيد ميلادي. عيد ميلاد سعيد ليا. كل سنة وانت طيبة. بابا هش يلا نخرج من هنا، مش شايفنا. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، ده ليكي. بس ده مش اللي بحلم بيه. عايز ابقى عروسة البحر المظلمة مرة تانية. ثانية واحدة. تادا، صندوق الميك اوفر بتاعك. كل ده ليا. يلا بينا. اولا ننظف وشك. جربي ده كمان. ايوه هايل. واو كويس جدا. ونشيل دي كمان. وعلى الانف الرؤوس السوداء فظيعه. عندي خطه. باتمانيتو يلا اشتغل. اوف انا حبيته. بشرتك محتاجه ماسك. شعور جميل قوي. يلا نشيله. حبيته قوي. انت الافضل. شعرك محتاج جدا ميك اوفر. عندي فكره. بامي صاحبي تعالى، عايز تلعب؟ اهو اهو ده اخطبوط، ده مسحور. اهلا اهلا يا ماي. يا مسكين انت كنت عنكبوت عظيم. ازاي ممكن يساعدنا؟ حطه على راسي. يلا بيزغزغ. واو نجح. سبايدر ويليام اهرب يا حبيبي. باي باي. ايه ده؟ ايه؟ الانياب محتاجاها. المبرد هيبقى مناسب. ده موضة قديمة. لبان الفامباير وناب ليكي. ده حلو قوي. يلا انفخي انفخي اكتر. حادة قوي. برافو برافو. فامبايرز مش بيلبسوا كده. الستايل بتاعك محتاج تعديل. يلا جزر المالديفز جنة على الأرض. أنا وإنتي وجوز الهند. هاخد ديول كتيرة معايا. أهو القمصان مهمة. كل ده ضروري. يا ربي أنا بحبه. هجيب ديل تاني. أنا عايز أنام أوي. المكان فاضي. يلا يا صاحبتي. حبيبتي اصحي. ايه ده؟
وحش وحش، اخرج امشي بعيد حبيبي استنى. دي حاجات كتيرة قوي. مش وحش، شكلي حلو، رائع. يلا نخرج من هنا. كنا سعداء قوي. ماما وحشتني. عندي فكرة. أيوة. هش كمل نومك. جبتها؟ أهي الجرعة. هات المشابك. ريحته وحشة قوي. اصحى وتألق يا بطلي الخارق. انتي؟ لحظة واحدة. ايو ايه ده؟ الريحة وحشة قوي. ياكي بيبي ابعد ايدك. انت مين اصلا؟ هاي انت استنى عندك. لحظة واحدة، انا فقدت التعويذة. يلا يا حبيبتي ارجوكي بلاش. ميرميدس ديسابيرس فوريفراموس. كله تمام. هاي متابعين، واو ده مبهر، كل حاجة بتلمع، مبهر. مين دي؟ ها؟ انتي جيتي من المهملات ولا ايه؟ مش زينا، احنا رائعين، احنا ثلاثة ممكن نبقى اصدقاء. يو ريدي، في بقعة كبيرة على صورتنا. بلاش ما تعملوش كده، دي خردة، هي غريبة. ليه؟ طيب عندي هدية ليكي، أنا رائع. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ اشربي شوية مية يا محارة، أنتِ مش واحدة مننا، مش واحدة منهم، هي مش واحدة منهم. مقرب، بينكي، إحنا هنمشي، عندنا معاد بادي كير، بانك. ليه؟ أعتقد في فيضان. كلنا هنموت. اهدوا يا جماعة، احنا محتاجين لايكس زي ما بنحتاج الهواء. بجد مش عارفة اتنفس. اعملوا لايك للفيديو دلوقتي. ايه ده؟ واو شكرا، ده هيساعد. فيه الحمد لله، حاجة فظيعة. ايه؟ وده معناه ايه؟ جبهتي، عندي فوبيا الاماكن المغلقة، احنا محبوسين. حبيبتي خدي نفس، اوكي؟ بصي. وات؟ ميك اب، حاجة مشوقة، مش عارفة أحس بإيه. أنا عارفة، هنكون كويسين طول ما عندنا مجموعتي. خدي اللي تحبيه، مش متأكدة أنا عايزة إيه، هجرب ده. عمري ما عملت أي لاينر، مشوق. شكله عامل إزاي؟ مش وحش، بس ممكن أساعدك. بصي، هنستخدم ستنسل قشور عروسة البحر، سهلة، مفيش قلق. أوكي؟ دلوقتي الآي شادو، هنستخدم فرشة للتصحيح. منديل. مش مشكلة، أعتقد لازم نضيف شوية جليتر. رائع، هنعمل الشفايف. سمكة. انتي بتعملي ايه؟ عض الشفايف من القلق طعمه أحلى دلوقتي، ده مش أكل، فاهمة؟ عارفة. هدي نفسك. شبكة. اسحبي. يلا مفيش حاجة نافعة. طيب لو منفعش؟ قلق، أنا معاكي، هنقدر نعمل ده. هاتي، هخلص بسرعة، عندي وش من غير تعبير. هو ده. يلا نجرب الخيارات. لا تمام، لا مرفوض، 10 من 10. تقدري تاخديه تاني. ده رائع، شكله ايه؟ ايوه 20%، شغلك هايل. ليه هما اشرار معايا؟ واو شكلي جميل، هعلم المدرسة دي درس. اوبس، مش انا اللي عملت كده. طيب هاتها. هي دي مكعبات تلج؟ ده وقت الشعر، لو كان بس بيطول اسرع. كنت متوقعه ايه؟ ايه الدراع ده؟
إيه أسوأ حاجة يعني ممكن تحصل؟ هي إيه ده؟ فرحة في مشكلة، إيه اللي هيحصل؟ تسريحة شعر مثالية، مذهل. واو شكلي إيه؟ رائعة ليدي جاجا، محتاجة خطة. يلا نسرح الشعر ده تقريباً. لا هي خدي بالك، ها؟ تحت، بقولك تحت. فكر يا راسي الكبيرة. هو ده، دي الحصان عالي. ايه رأيك في اليونيكورن ده؟ مقرف. لا بجد اعمل ايه؟ حاجة تانية، ده فشل. وايه الصوت ده؟ رائع، ابعدوا، اعملوا لايك. هنختصر، هنعمل الجزء العلوي. فكري شوية، ايه ده؟ سمك. هنكون اكل. انزلي تحت. يا ربي. فيو مشيو، انتي متوترة قوي، هما سابولنا هدية. فيها ايه؟ واو لبس جديد. واو ده حزين شوية. ايه الزرار ده؟ انا مش بحب المفاجآت. ممكن البيت المفضل عندي يساعد. ارجوك ارجوك، مش انا ده المطلوب بالظبط. شكرا، المقاس مثالي. واو ايه رأيك؟ استني، فين ديلك؟ ده مش كويس، انتي عروسة بحر. اجيب واحد منين؟ مش قادرة افكر. هي زرار بائع ديل. هي في ديل؟ بندور على واحد. خليها سرية، ببيع احسن حاجات. واو ده ولا ده؟ بصراحة ولا واحد. طيب مخصوص ليكي، عرض حصري. اتفضلي. متأكدة؟ أيوة متأكدة. هي بالراحة، رجعوا تاني، ده لصاحبتي. مستحيل، كفاية مجانين. أوبس أسفة، هات إيدك. طيب صح، نسينا ندفع، خلي الباقي. أنا مش عايز فلوسكو. يلا نلعب. أوكي أنا معاك. واحد اتنين تلاتة، سهلة، أنا كسب. هاخد الديل. ما تستخدميش المقص، اتفضلي جربيه، ده مشوق. محتاجة جوانتي؟ ليه لأ؟ استني شوية. ها؟ الأول اكسبيني في أونو. أنا محترف، شكلي حلو. واو ثانية واحدة، خد دي، فوت دور، وكمان مرة، زائد أربعة. أونو خلصت. بس إزاي؟ مصيرك تكسب. كفك، مش مهم. يلا لايق جدا، ده مش يومي. مفرح. قلق، شكلي زي العروسة. هي ده للإيد. ده اللي كنت فاكراه. كده أحسن. يا جماعة إيه رأيكو؟ رائع، مش زيك. لازم تمشي، أنا ههتم بيكي. بلاش تهريج، دي الحلم، مفيش مكان لفرحة. أهو كفاية دلوقتي. لو عايزة رأيي ده مضحك، نكتك مش حلوة. ها ها ها. بعد كده التيك. حاسة بحاجة، دي جت منين؟ هتكون مفيدة. مسدس الشمع، شوية نار، ده هيروح هنا. قرب. رائع. باي باي يا جماعة، يلا نعمل ميك اوفر. ايه رأيك؟ ملكة، أتمنى أنا كمان أفكر في حاجة. بيت، ممكن أستلف خصلة؟ أنا عارفة هعمل إيه. اصحي، لسه ما خلصناش، نضفر الأسلاك ونحطهم فتوق شعر.
زعانف من الدرجة الأولى. هي إيه رأيك؟ هما دول جيلي فيش؟ لأ. أيوة عد يا جيلي فيش. كائن جميل قوي. هقطع خيط. هايل، هما مشيوا؟ كله تمام. فيو لطيف. يلا على الليستا. ايه ده؟ مش ممكن ننسى الشنطة. خلاص كده، يلا بينا، يلا نتحرك. طيب طيب، بصي على ده. اختيارات اختيارات، كفاية. مملة، فاشلة. ارمي السمكة بتاعتك، يلا. ولا انت هتترمي في التويلت. باي باي هنريتا، عمري ما هنساكي. ايوه عملتها سمكتي. هي انت ممكن تسكتي؟ مش عارفه اتنفس، لازم اتصرف. اتفضلي. في غواص سردي؟ ده مش صحي. دلوقتي اقدر احضر خياشيم. انا عارفه اتنفس تحت الميه، شكرا. احضر. لا انتوا طيبين قوي. الخرز المفضل عندي، رجعيهم تاني. انتي عملتي ايه؟ انتي السبب. انا هخنقك. دراما كوينز، ليه تتخانقوا وانتوا ممكن تصلحوا العقد؟ حط الخرز في نجمة البحر فخلصت. خلاص قطعتين لكل أخت. هي يا عرايس البحر اتصالحوا. دلوقتي كل واحدة عندها عقد جميل. مديونلك بكام؟ دول هدية. طيب انت عايزه ايه في المقابل؟ تحبي تنتقمي من المتنمرين ولا تسيطري على العالم كله؟ ولا حاجه من دول. انا عايزه اكون عروسه بحر، تقدروا تعملوا ده؟ مفيش مشكله. اهلا، اصرف فلوسي على ايه؟ اسكتي. مش مهم، الميك اوفر هيبتدي. مين جه؟ البوليس. بنت، احنا لازم نستخبى حالا. انا حاسس ان في انسان هنا. مفيش حد هنا يا حضره الضابط، ممنوع البشر في مملكه اعماق البحار. خش ما تعيطيش. الوحوش دول عمالين يدمروا العالم بتاعنا. احنا مش مخبيين اي حاجه. هاي انتوا كله امان. الضابط ده في مشكله كبيره دلوقتي. ارجوكي بلاش. هو ضابط كويس بعد كل ده؟ هو ضابط سيء. انا مش مصدقه. خلاص يلا نكمل الميك اوفر. الخطوه الاولى هي التجميل. نظارتي، انا مش شايفه حاجه. استني، السحر هيحل المشكله. رائع جدا. انا عارفه، دلوقتي قلدي الحركه دي قدام الكاميرا. قصدك كده؟ يا ربي ده رائع. انا جميله زي عروسه البحر. ايوه بنت من البشر، محدش يتحرك. طيب هي راحت فين؟ هش. شكرا. أراهن إن في طفل بشري في المكان ده. عندي إحساس. أهو الدليل، هلاقيها. مش هنستخبى خلاص، وقت اللجوء للسحر. قوة الإعصار. وبس، عملتي إيه فيه؟ على الأقل كان مسلي. الخطوة الثانية هي الشعر. شعر شعر شعر. يا ربي أختي، لازم تساعديني. طيب أنا هطلبك تاني، يلا نشوف عندنا إيه. عجبني. هاي افتحوا الباب للدليفري. طيب اتفضل ادخل. واو انت هنا عشاني؟ هاي. المخالب بتاعته. مخالبي. دا
ده مسلي. ممكن كفاية؟ هاي ديليفري كابوريا. بصي عنده مخالب تانية. صح. باي باي يا جماعة. طيب وإيه ده؟ أداة لتصفيف الشعر. أوه لطيف جدا، مش عارفة أشكرك إزاي. أحضان؟ لأ. ليه؟ كل الناس بيحبوا الأحضان. تقيلة. أوبس، هنبتدي دلوقتي في ستايل عرايس البحر. ده هياخد شوية شغل. اتفضلي جربي. ممكن تقومي؟ ايه اللي في الشنطة؟ شنطة تانية. ده يلخبط، انا عارفة اعمل ايه بيهم. شوية سحر. اوبس، انا حاولت بزيادة. عايزة تغيير؟ اتفضلي. دي اسوأ حاجة في العالم. دي صرخة يأس بائسة. اتفضلي، التوب الحقيقي كان في الشنطة. ما شفتهوش. جربي. رائع جدا. ايه رأيكم في ديل؟ طويل وأخضر. هي مش تعبان، هي محتاجة زعانف كبيرة. أكيد لأ طبعا. هي يا رئيس البحر، أعتقد إن في حد جاي. هي سامعني؟ أهلا. إيه اللي حصل؟ في حد ورا الباب. أكيد ضابط البوليس. هو مشكلتك أنتي، وأنتي ممكن تقعدي. أهو كتاب السري للسحر وميكروفون، لازم تغني. اقعدي. أنتي هتقولي لي كل حاجة. فين البنت؟ أنا مش عارفة حاجة. طيب أنا هخليكي تتكلمي. عروسة لطيفة جدا، جميلة قوي. أيوة لطيفة، عشان هي أنتي. فهمتي دلوقتي؟ لا 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 أرجوك ما تقطعش راسي. طيب عندي حاجة أسوأ من كده كمان. أنا كابوريا وأنتي عروسة بحر، بقالي قرن بدور عليكي. استني ثانية. ألو؟ أيوة يا باس، جاي في الطريق. إزاي أخرج من هنا؟ أعمل إيه؟ تعرفوا؟ دي في الحقيقة إيد للمساعدة. حاضر يا باص، المحار هيتعاقب. باي. هاي فايف يا شريكي. أوفي. جاهزة تغني؟ قولي ورايا. أنا على موج نهر عذب، الحياة بديل هتكون حلم. واو بقى عندي سكرت ديل، السحر نجح. اقعدي دلوقتي، غطي رجليكي. لا استنى، امشي من هنا والا هقطعك. فين البنت؟ اوه عروسة بحر بيبي، انت جميلة قوي. اهلا بيكي في العيلة. عرايس البحر شكرا جدا. انا مش بحب الاحضان. هو جاي. السمك الصغير انا نسيت خالص. بطاقة سكان المية لعرايس البحر. هاي احنا كنا بنتكلم. احنا هننتهي من المتنمرين دول. يلا نضربهم. لا 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 ما تعملوش كده. الأغنية هتكون كويسة. ده مش هيفيد، لازم ندور عليهم بنفسنا. وأنا قلت وهي راحت قايلة. يلا أنا علمت كويس. لا مش عايزة أتخانق. فاشلة، ده متوقع، البنت مش بتعرف تتخانق. أنا هجرب طريقة مختلفة. دي ليا. شكرا، تعالي معانا. هاي انا عروسة البحر. مضحكة جدا. انت مش عروسة البحر، انت مكانك مش هنا. ليه لا؟ انا مش قادرة اتنفس. يا ربي ايه ده، اتخانق. يا جماعة ساعدونا، اضغطوا على اللايك علشان تنقذ البنت.
ايوه عملتوها، شكرا جدا. البيبي هتكون عندها خياشيم في ثانية دلوقتي. يو انا قادرة اتنفس، شكرا. خلي ايدك لنفسك، العفو. مفاجأة، وقت الميك اب. لا انا هعمله، انت خوفتيها. انا خايفة، الميك اب حاجة حلوة قوي. بصي طيب دلوقتي بقى منطقي، انا جاهزة. اول حاجة لازم تغسلي وشك. انا عايزة احط الميك اب. لا انا هعمله. انتوا بتتخانقوا ليه؟ خدي دي. شكرا، انا في الواقع اعرف اعمله بنفسي. انت اللي جبتي لنفسك، دافعي عن نفسك. هعمل رغوة تنظيف بمية المايسيلر. انت خسرتي. لا انا خلاص غسلت وشي. برافو عليكي، نقدر نكمل في وقت تاني. البشرة بتحتاج رعاية. انا عندي خطة. ايه هي؟ استني وهتشوفي. هنحط كل المكونات ونقلب ونملأ قالب مميز. الماسك هيجمد وبعدين هنضيفه على وشي. انت بقيتي حلوة، نسيبه ولا لا؟ وقت الميك اب. تراب الجنية ما تخزلنيش. ايه ده؟ يو مقرف، لازم نتخلص منه في اسرع وقت. خلاص شلته. عجبتك النتيجة؟ مذهلة، شكرا. جميل. عندي فكرة. اختي جيبي مراية اكبر. مفيش مشكلة، سحر عروسة البحر اهو جاي. انا اتضحك عليا. بتنفع كل مرة. مش مهم، انا كمان عندي قوة سحرية. ايه ده؟ سيبيني في حالي، انا عارفة طريقة للهروب من ده. خلينا نعمل كورلز، نرشهم بمية البحر والشعر هيكون جاهز. واو شكرا، اقل حاجة ممكن اعملها. انا بقول ناخد السحر لمستوى اعلى اهو. اوبس. امي احنا هنهتم بلبسك، اللبس ده مش كويس خالص. لحسن حظك عندي خطة، سحر ساعدني. يلا. اوبس محرج جدا، في حد حاول قوي. اسفة، هتنفع المرة دي اهو. يلا نشوف، هنطلق واهو لبسك الجديد. جربي. مش عارفة، ده صغير قوي. ايه اللي بيحصل؟ اتحركي، كان محدش غيرنا يعرف يعمل الشغل. عرايس البحر موس، بدله موس دلها موس. خلاص. واو بقى عندي ديل، انا عبقرية كالعادة. واو شغل هايل، هاي فاي. انسي الجزء التاني، هو مهارات الغنى. ها في منتهى السهولة. قدامكم ساعة. انا زهقت خلاص من الكريب، هبدأ كلاس غنى للطفلة. لا انا، لا انا، وانت يا امي بعيد. ايوه الكلاس هيبدا. يو راسي بتلف. ابتدت المنافسه. عرست البحر، ايوه عرست البحر. وداني المسكينه، حد يقفل الصوت. كفايه دوري. لا كان كويس، هما مش عارفين حاجة عن الفن. ها؟ برافو كان رائع، مش عارفين نعملها. أنا هجرب على أي حال. برافو رائع، أنت عندك موهبة. أهي النتيجة، عندك نقطتين من ثلاثة.
عندكم مهمة واحدة أخيرة لازم تخلصوها. جمعوا وفرزوا مهملات البحر. امشي من هنا، هشوفكم بعدين. أعمل إيه؟ اهدي، السحر هيحل الموضوع. دي صناديق ورق بلاستيك وعضوي، كله تمام. يلا ابتدوا. طيب هحطهم كلهم في الصندوق ده. خلاص. لا انت بتلخبطي الحاجة، اعمليهم صح. هحاول. الورق هنا، الشريموز يا اعتقد انها بتاعتك. ما شفتهاش كده، احسن كتير. اقعدي، انا جاهز اعلن النتيجة. كل حاجة هتكون تمام، ما تقلقيش. اتمنى انه ينفع. الفايزة هي؟ بسرعة، مين هي؟ انا متحمسة قوي. الفايزة هي؟ قولها. ليه كل الوقت ده؟ اتمنى اكون انا. ليتل ميرميد. ياي، نجحنا. لقب العروسة الفخري ليكي دلوقتي. باي. هي ليه متضايقة دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ انا خايفة اروح المدرسة. ما تخافيش، عندي حيلة او اتنين. ضربة يمين، ضربة شمال، ما حدش هيقدر يأذيكي. لا، دي فكرة وحشة. دي شنطة سحرية، روحي المدرسة وما تخافيش من أي حاجة. شكرا، أنا هروح. حظ سعيد، هتوحشينا. شكرا على كل حاجة. خدي بالك من نفسك. احنا بقينا فين دلوقتي؟ مش عارفة. اوه، بالراحة. هي يا بنات، أطفال، فامباير، ساعدونا. أنا هقدر أساعد. واو، دول خياشيم. مسكتكم. أوبس، فامباير عضتني. هي رائع، مبسوطة إني قابلتك. وأنا كمان. إحنا معجبين كبار. هي بصي، دي مش عضة، دي أحجار راين. أوه لا، أرجوكي حاوليني الفامباير. مش ممكن أعضك، أنا فامباير نباتية، باكل بس أكل نباتي. خلاص كده، عمري ما هكون فامباير. كفاية عياط، أوكي؟ أهلا بيكي في عالم عرايس البحر. عندك قوة سحرية؟ طبعا، بصي، حلقان من كنوز أعماق البحر. واو، شكرا، بنكسب نقط. أنا متضايقة قوي. أوبس، يلا نشوف مين فينا رائعة أكتر. جاهزة؟ ويفز بحر حقيقية. واو، أنا مديونالك. هو ده؟ طيب يلا نعملك شعرك. أوه يا ربي، ما تلاقيش، أنا كويسة في الموضوع ده. بوظتي شعري خالص، كابوس رهيب. عندك حق، هي دي نقطة ضعفي. إزاي أصلح ده؟ أنا عارفة، اتفضلي اشربي. واو، قوتي راجعي. اتفضلي، خففيش للإنقاذ. واو، جمل قوي. أنا منسيتش الحلقان. شكرا جدا. أنا بكره الخسارة. استني ثانية، إيه ده؟ فهمت، عصير طماطم ده الحل. عصير طماطم؟ أوه لا، ده محرج. سحري راح. هعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ بيلمع قوي. الطفلة راحت فين تاني؟ ايه اللي حصل؟ سمكة هجمت عليها. واو، انا هساعدها. اوه، تقيل جدا. لا انا بس، انا حاسه ان انا تعبانه. هي محتاجه مساعده، حد اكل اعشاب بحر كتير. انا فين؟ في حوض السمك. حاسه بتحسن؟
خليكي جوا شوية. التطحن ده مسلي. يلا نبتدي. الفامباير محتاجة لبس وأنا هخيطه مع بعض. أوه، أنا خيطته في لبسي بالغلط. هجرب تاني. جاهز. هاي جربيه. واو حلوة قوي. شكرا جدا.